اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم الخلال الاهلي ليله، وطبعا هنناقش كل الاحداث والتطورات المؤثره على الاحداث الرياضيه وجداول المباريات والاجندات المحليه والدوليه للرياضه وبشكل خاص كره القدم، فضلا عن التدابير الاستثنائيه والاحترازيه والوقائيه اللي بيسعى مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع الادارات التنفيذيه الى توفيرها لسلامه الاعضاء والعاملين في النادي، وكجزء كمان من الاجراءات اللي بتتماشى مع النسق العام او السياسات العامه والتوجيهات العامه للدوله في هذه المرحله. كل ده مطروح للتساؤلات من خلال هذا الحوار مع الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا استاذ. واهلا بحضرتك. في البدايه عايز تبدأ منين بعد اليومين الصعبين شوية اللي مرينا بيهم في مصر اليومين اللي فاتوا؟ أول حاجة حابب تقولها للجمهور إيه؟ طبعاً إحنا يعني المصريين معروفين بالقفشة وبالحاجات اللي إحنا علمنا العالم بقى وسبقنا الناس برايات من غير جمهور والكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا. الموقف صعب صعب، ولازم كل أسرة تفكر كويس جدا يعني حياتها وتصرفاتها وتحركاتها والأمور. أعتقد ممكن من وجهة نظري للكورة ممكن تكون أسهل، لأن المباريات بدون جمهور ويبقى كمان الإجراء يبقى يعني على اللعيبة وعلى الأجهزة الفنية والأجهزة المساعدة أسهل من التجمعات اللي هي المولات الكبيرة والكافيهات والأماكن المقفولة واللي فيها العمل يعني والغرف المغلقة. كل ده الكلام ده هو اللي يعمل لك حالة قلق، لكن المسألة يمكن بعد اللي حصل يوم الخميس ومرورا بقى بيوم الجمعة وكده، ويعني استجابة الشعب برضو الحاجات اللي بتحصل وبتتيب بيديك انه لسه عندنا في أمل، في أمل، في الإيجابية موجودة عند ناس ما تخلتش برضو عن يعني الروح بتاعتنا اللي هي موجودة فينا، إنقاذ وإغاثة الملهوف والكلام ده كله ده على مستوى المواطنين وعلى مستوى فرق العمل اللي اشتغلت في الطوارئ في الكهرباء والمية. كل ده مع تعليمات الدولة واستجابة الناس والتصرف، يعني في خطوة وفي شيء شعور بأنه إنه في حاجة بتتغير، إنه في حاجة إحنا في تعاون، في استجابة. ده شيء بيبقى شيء مهم جدا. تكملة الموضوع، أعتقد إنه لسه الإجراءات على مستوى الحياة العامة أعتقد إنه في اليومين الجايين دول هيبقى في حاجات تانية، يعني مش التعليم فقط وغلق سناتر والجامعات، لا ده هيبقى أعتقد الأمر هيطول. برضو المولات التجارية هيبقى في كلام بالنسبة لنا إنه ممكن يتم غلقها، والمقاهي الناس بتتكلم دلوقتي. الكلام ده كله في صالح إيه؟ في صالح المواطن، في صالح الحياة العامة. وعاوزين نقول إنه إيطاليا لما اكتشفت الموضوع حصل نوع من الاستهانة بعض الشيء عشان الناس تبقى فاهمة وبدات نتصرف في حياتها، الناس اتعاملت مع ده كاجازه وخرجوا واستمتعوا يعني. وبعد كده الامور لما اتطورت اضطرت الناس كلها قعدت في البيوت من حاله للاسف اكتر دوله في حجم مشكله في اوروبا كلها دلوقتي يعني ايطاليا طبعا جدا. الصين امبارح عامله لها دعم كبير جدا ومدها كتير من يعني الاطباء والمساعدين والناس اللي يعني لانقاذ الموقف والخروج من لان الموضوع المواضيع بتتطور بسرعه. وبعدين خلي بالك الحاله النفسيه بتلعب دور في منتهى الخطوره في الامر ده. يعني ايه اذا ما كانش في وقفه وفي دعم وفي مسانده مش عاوزين تسريب الرعب والخوف برضه بيعمل نوع من فقدان الامل، ودي مبررات ومقدمات الهزيمه يخليك تستسلم مع المرض. لو انت ضعفت واستسلمت هتبقى يعني متقبل لحدوث اي شيء. الاجراءات العامه شيء مهم جدا. بالنسبه للرياضه انا شايف ان الرياضه يعني ان شاء الله الوضع بالنسبه لنا في امان، يعني حتى لو الناس اللي بتبرر الغاء الدوري ومش كلام مقدمات. طب خلينا نبتدي الحكايه من يوم الخميس اللي فات، يوم الخميس اللي الناس قالت انها الناس سعداء بان الدوله لاول مره بتستبق الامر لما عرفت انه توقعات الارصاد بتقول ان في عاصفه وفي امطار غزيره وفي امطار غير اعتياديه في كميتها في مصر، ادوا ناس اجازه عشان ما يحصلش او توقعت الدوله ان لو وجود الناس في الشارع وتحركهم من والى العمل او خروجهم بشكل عادي في اليوم ده هيعمل حاله شلل كامله وهيعمل مشكلات كتيره جدا للناس في الشوارع مع الاعطال اللي شفناها ومشكلات الكهرباء والميه اللي كانت الدوله وفرق العمل بتتعامل معها طول الوقت. فالناس حست ان الدوله بدات تتعامل مع الامور دي بشكل مختلف. اول مره الدوله تقول لا اليوم ده اجازه يا جماعه علشان نخلي الناس يعني ايه نحميها من مشاكل وجودها في الطريق. التصرف ده او اقدام الدوله يعني بتوجه من السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، عايز اقول لك انه منع حاجات كتيره جدا كان ممكن تحصل لو تعرض لها، لانه لم يكن احد يتوقع انه عاصفه التنين ده تكون بالصوره، لانه دي اجواء جديده علينا في مصر. يعني كمان كميه الامطار اللي هطلت على يعني شوارع المحروسه
تحتاج كمان من الدولة التفكير مستقبلا في الاستفادة من الأمطار. يعني لما يقول لك 500 مليون متر مكعب، يعني نصف مليار أو مليار نزلوا وراحوا كده يعني في الصرف، انت محتاج برضو يعني ده تفكير. لكن الخطوة في انه التنبيه، يعني بدأ يحدث نوع من الانسجام والتدبير بين الدولة وبين المواطنين في الاستجابة للحظات دي. شيء موجود بس بالصورة الاستجابة السريعة انه في خطر يعني يحيط بالجميع، فكان واجب يعني خطوة كانت مهمة جدا. واستجابة الناس كمان يعني برضو كان شيء مهم جدا، لأنه يعني في ناس ما طلعتش من بيتها، في ناس كانت موجودة في شغلها. يعني احنا كنا موجودين في شغلنا من 9 صباحا لغاية 9 مساء موجودين في الأهرام مثلا، يعني عدد قليل لكن اللي كل الموجودين كان منظر الشوارع مش عاوز اقول مرعب ومخيف. تخيلوا الضلمه وتخيلوا كميه الامطار، وناس اللي مثلا اضطرتها الظروف انها تنزل للعمل، او اضطرتها الظروف انها تقضي حاجاتها، او اضطرتها يعني الامور لمشوار لمستشفى لزياره لحدوته، كل الكلام ده انا اعتقد انه كان في تفاهم. وده يؤكد على انه النقطه الموضوع ده كان نقطه ومن اول السطر، انه احترام مشاعر المواطنين، وانه هم يستحقوا من النظام من الدوله يعني انه الاهتمام. ثانيا استجابه المواطنين واستماعهم لكمان ديان السيد رئيس مجلس الوزراء، اعتقد كان في شيء من الايجابيه، وكانت خطوه مهمه جدا. اعتقد دي يبدا البناء عليها مستقبلا عند يعني ان شاء الله يا رب، يعني ربنا يحفظ مصر يا رب ان شاء الله حاجه ان شاء الله اي حاجه ثانيه. لكن هي الحياه بدات في تغير في المناخ بشكل يعني غريب جدا، بيحتاج في يحتاج وقفه ويحتاج كلام جدا، اول مره نشوف الحاجات دي. واعتقد ان طبعا احنا برضو بناخدها من باب الكتب والهزار، لكن لا الموضوع لا ده العالم دلوقتي من الاجتماعات الاكبر على مستوى العالم، اجتماعات وقمم مناقشه التغيرات المناخيه. ما انا بقول لحضرتك يعني انا عاوز اقول لك احنا دخلنا بدانا ندخل في دايره كمان، يعني نبص كمان اللي حصل في منطقه التجمع الخامس، نبص في اللي حصل في المدن الجديده. يعني كل الكلام ده بيحتاج انك انت كمان اعتقد الدوله هتبقى مستقبلا او يعني العام الماضي ان شاء الله هيبقى في تغير في كيفيه التعامل مع المياه الغزيره دي، اعتقد الاستفاده منها ازاي، تصريفها ازاي، كل دول امور دي اعتقد انه موقف الحكومه موقف اكثر من رائع، تصرف المواطنين تصرف هايل في الاستجابه، وايضا تعاون الناس مع بعض. طب هل المفروض حضرتك بتنصح المواطنين انهم يبداوا يستفيدوا من اي دروس تعلمناها من الازمه دي؟ يعني النهارده كل نصائح القائمين على امور الكهرباء مع الاعطال والمخاطر اللي حصلت وتعرض المناطق اللي فيها كابلات كهرباء او عدادات او كانها اماكنها في بعض العقارات، سواء مالك العقار او السكان ما اهتموش، العدادات مكشوفه سببت حالات كتيره جدا فيها مخاطر او انقطاعات في الكهرباء في بعض العقارات، وبالتالي كان في تلبيه وشكاوى بالالاف لفرق عمل بتلبي النداءات دي. هل محتاجين المواطنين دلوقتي بعد ما امور الجو تتحسن والامور تستقر انهم عشان ما يتكررش موقف في ظروف مناخيه مشابهه ان شاء الله نبدا بقى نحسن امورنا ونشوف الحاجات اللي هي في العالم كله بيتعامل معاها بجديه؟ حضرتك اكيد الحاجات اللي حصلت فيها ماس كهربائي ممكن في اكثر من حادث مؤلم بامانه، راح لقيت يعني في 2 اخوات او 3 كانوا مع بعض، 2 حصل لهم على مريوطيه برضو، في ناس تاني احنا ما نعرفش عنها حاجه، في موقف شاب مهندس هارس واحمد شعبان انقذ مثلا 21 وهو يعني توفي نتيجه جرفه التيار واصطدمت راسه ببحض يعني الصخور وادت لوفاته. في نماذج وفي حاجات كده، يعني الناس بتقوم بادوار سبحان الله، يعني ادوار بطوليه، دول الابطال الحقيقيين يعني في المشاهد وفي المواقف دول. في ناس ممكن احنا ما نعرفش عنهم حاجه، لكن بامانه شديده يعني مساله اعمده الاناره تحتاج فعلا من وزاره الكهرباء، تحتاج من وزاره الكهرباء ومن منظمات المجتمع المدني ومن كل الناس، يبقى في محاور يعني تسير عن طريق شارع وحاره وشارع اكبر ومدينه وقريه، انه ازاي كل مكان يحدد من خلال حتى الشياخه بتاعته. يعني ايه دور الشيخ البلدي؟ حصر الحاجات بهدف هو عين الامن لكل ما يحدث بخطر بالمواطنين، عشان تتخذ التدابير الوقائيه الخاصه بيه، التدابير ويحطها في صوره. يعني لو تم حصر عمليه النار المكشوفه في كل المناطق، اعتقد نستطيع انك انت تستطيع وزاره الكهرباء على مدار سنه كامله انها تغطيها وتغطيتها. ده الحمد لله حضرتك اللي بتقوله ده مهم جدا، انه كان في اجراء احترازي
يعني اللواء احمد عبد الفتاح لما سالناه الرئيس حي الدقي قال انه كان في اجراءات وتنسيق بين الساده المحافظين وبالتالي الساده رؤساء الاحياء انه تتخذ اجراءات بتدابير وقائيه بان العواميد دي عواميد الاناره ما تشتغلش خلال اليومين دول علشان اي مشاكل ممكن بتقولها دي ان ما فيش مواطن يتضرر ولا يتصاب. وكان من ضمن البيان والكلام اللي البيان اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي اللي هو صادر كان بينصح المواطنين بالابتعاد عن اعمده الاناره. لكن في نفس الوقت انا بقول لك رغم الجهد الكبير اللي بتعمله وزاره الكهرباء لكن الجزئيه دي محتاجه منها نظر. محتاجه نظر ومحتاجه ان هيتم عمل حصر لكل الاعمده اللي مكشوفه وده يتم تغطيتها تدخل من ضمن مرحله التطوير او بمعنى تاني انه الاعمده اللي تم تركيبها يعني جديد لابد من بحث عن اليه انها تحافظ على يعني ايه مزيد من الايه الامان لانه الكهرباء دي اخطر شيء بتواجه الانسان عند التعرض ليها. فاعتقد انه من الحاجات المهمه جدا اللي هتكون اعتقد مصاري اهتمام واهتمام من الدوله في المستقبل ان شاء الله. راي حضرتك ايه في تعليق النشاط الدراسي ده حصل القرار ده واتخذ في عدد من دول العالم وكان لسه في جدل حوله في الايام اللي فاتت الى ان تم حسم الامر عندما قام السيد رئيس الجمهوريه في خطابه بتوجيه الادارات المسؤوله في الدوله وتوجيه المسؤولين في الدوله باتخاذ القرار او بتعليق الدراسه لمده اسبوعين وبالتالي صدر القرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومنه الى الوزراء المختصين عشان هننتقل لتدابير كثيره جدا في النادي الاهلي. والناس عماله تكتب على السوشيال ميديا امتى يجري التعليق امتى يجري التعليق امتى يجري التعليق. اكيد طبعا السيد الرئيس في تقارير وصلت له بصوره يعني شامله عن الموقف وهو طبعا يعني اتخذ القرار اللي هو في صالح المواطنين يعني وفي صالح الناس لحمايتهم وانه المساله برضو تحتاج من الجميع تكاتف وتعاون محتاج انه يبقى في يعني متابعه ما يحدث في الخارج ايضا كمان يعني انت مين اللي داخل عندك ومين اللي خارج بره مصر ومين اللي داخل مصر كله ده هيبقى مسار اعتقد اهتمام. فقرار جيد لتهدئة كمان الأسر ومزيد من الناس كانت قلقانه جدا طبعا الناس قلقانه وفي يعني كمان بيضع حد في بعض الحاجات بيتم نشرها او عبر السوشيال ميديا ما تعرفش مدى حقيقتها هل هي صادقه هل هي مش صادقه ما نعرفش يعني احنا كلام بيصير حاله من الريبه حوالين الموقف والرسائل بتيجي يعني لا ما احنا طول الوقت بالنادي الناس انها ما تعتمدش على اي مصدر الا مصدر موثق او خبر مؤكد ما تعرفش يعني بس الرعب والخوف لكن قرار جه في وقته مهم جدا يعني. طيب خلينا ننتقل من القرارات الصادره عن الدوله من القياده السياسيه من رئاسه مجلس الوزراء من الوزراء المختصين في اي قطاع والأجهزة التنفيذية في الدولة طبعا إلى رؤية مجلس إدارة النادي الأهلي وإلى الإدارات التنفيذية في النادي الأهلي والتماشي مع السياق العام وقرارات وزير الرياضة في مصر. أولا في قرار للنادي الأهلي بتعليق النشاط الرياضي بالكامل داخل النادي لمدة أسبوعين، رأي حضرتك إيه في القرار؟ النهاردة كان في اجتماع مطول أعتقد في النادي الأهلي لبحث الموضوع ده والتدابير اللازمة والاحترازية لحماية الاعضاء والعاملين الفرق الرياضيه كان الاعضاء طبعا واعتقد انه هيبقى في قرارات في الفتره الجايه لتعقيم الافرع الثلاثه ووضع برنامج ما اعرفش هل هيتم مثلا غلق ابواب النادي مثلا لفتره ولا هيترك الامر وتوضع مثلا اجراءات على البوابات لمتابعه الاعضاء ويعني منع لانه كلام في منع التجمعات في الغرف المغلقه والكلام كمان الفرق الرياضيه عندك برضه في بطولات مرتبط بها يتم معامله ازاي يعني مثلا في قطاع السباحه عندك فرق بتستعد لمسابقات مهمه جدا عندك في الباسكت خلاص على مقربه من وصول للمباراه النهائيه للدوري في مباراه منتظره مع فريق الجزيره مباراه يعني اللقاء الرابع على ما اعتقد او الثالث عندك كمان اليد يعني اعتقد انه برضه كمان التعليمات جت حتى التدريبات ممنوعه يعني في وقفه منها كمان النهارده كان في يمكن حصل حاجه النهارده في ماتشين والدنيا اتلعبوا ولجنه الخماسيه عملت قرار بمنع المباريات الوديه فاعتقد انه برضو النادي الاهلي هيكون حريص على السير في النظام العام والالتزام لانه في خطه للتعقيم في النادي وللتطهير كل المناطق في النادي ومنها غرف الملابس النهارده كان في يعني اجتماع مطول كبير جدا اكيد هتظهر حاجات في الايام الجايه والاجتماعات متواصله لوضع خطه للتعامل مع لانه ده ظرف طارئ والتعامل معاه هيكون ازاي ان شاء الله. طيب هنتكلم شويه توقعات حضرتك الازمه دي هل هي مرتبطه احنا مرتبطين بالوضع الصحي عالميا وما يعلن عن التوصل من عدمه الى حل لهذه المشكله او علاج مصل وقائي او دواء لهذا المرض اعتقد ان اللي ده ايجاده من عدمه هو اللي هيحدد المدى الزمني المتوقع لتعليق الانشطه الرياضيه او تجميعها او عدم انتشاره وعدم انتشاره
يعني او انتشاره وعدم انتشاره برضو يديك عدم ان شاء الله عدم انتشاره باذن الله ان شاء الله باذن بيديك طمانينه انك انت ممكن ترجع تدريجيا. يعني ممكن لو الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقول لك عليها انه ممكن ترجع هو الدوري. ليه؟ لانه خلاص انت ما عندكش جمهور وهيبقى الفرق اعتقد انه هتبقى الفرق في الفتره دي مهمه جدا. يعني الانديه هتتم توقيع الكشف الطبي لانه المساله بتاخد 3 ايام على الاقل توقيع الكشف الطبي على اللاعبين والمحيطين كمان والتعامل كمان برضو ممكن الخوف من حاجه يقول لك يعني ما هو بيلعب وبيروح يقعد مع اسرته ما انت ايه هل اسرته مثلا عندهم يعني ممكن ما يحصلش حاجه برضو دي برضو من الحاجات اللي اعتقد ايه في ربكه مش هنا بس لا يعني ده في ده عاوز اقول لك ايه لما قالوا في الماتشات الدوري الانجليزي كان اول قرار اتخذ قالوا للاعبين مفيش مصافحه بالايدي قبل الماتش يعني تمروا على بعض تسلموا على بعض بس كده. ايه نودنج ذا هيد كده اللي هي اشاره ايماء بالراس بس من غير السلام بالايد فالناس ساعتها قالت لهم يا جماعه يعني لعيبه هيبقى في احتكاك بدني في الملعب وفي طبعا اللاعب يعني في عرق في الملعب خلال المباريات وفي احتكاك بدني في الكرات المشتركه قالوا لهم بتتكلموا على السلام بالايد ما هو المشكله الاحتكاك نفسه في المباراه يعني ده نفسه بيعرض اللاعبين لو في حد مصاب بالفيروس لانتشاره فانه فعلا المباريات او التدريبات وسيله سهله لنشر المرض يعني. من التلامس طبعا يعني طبعًا مش المساله مش مساله السلام بالايد بس يعني في حاجات ثانيه يعني عاوز اقول لك ايه بقت فزاعه يعني بقى دلوقتي الناس كلها بتدور دلوقتي انت في الحياه العامه لو حد بتدخل على حد بتشاور له كده مساء الخير مساء الخير وبناخدها بقى في بالخفيه زي ما بيقولوا يعني لكن عاوز اقول لك انه هيبان في خلال الاسبوعين يا استاذ محمد هيبان الموقف العام كمان مش هنا بس بره طبعا انت عارف بره دلوقتي مثلا انجلترا في حالة من الربكة والارتباك والقلق بسبب كمان يعني ايه ليفربول هيتجننوا يعني خلاص هنبقى 6 نقاط وناخد البطولة اللي لينا 30 سنة لأن البريمير ليج قال لو ظهرت أي حالة في أي فريق سيتم تجميد المسابقة أو تأجيلها أو لا ده في ده تأجيلها وممكن ترحيل لفترة الصيف وتأجيل بداية الموسم القادم ماشي او الموسم المقبل لانه دايما الموسم المقبل وليفربول بالنسبه له خلاص خرج من السباق الاوروبي هذا الموسم وبذل جهد كبير جدا واصبح طبقه وسيله فعنده حاله ايه بيدوروا على بدايه يعني العمل الان في انجلترا في الدوري الانجليزي والبحث عن بدايه لاكمال المسابقه لدرجه انه في مثلا مطالبه في انديه الانديه الكبيره مثلا هي المنافسه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ممكن في كلام طلع منهم ان احنا ما عندناش مانع ان كنتوا اعلنوا فوز مثلا ليفربول بالبطوله اللي خلاص قاربت على الانتهاء بالنسبه له هو خلاص وانه يتم تحديد بعد كده الفرق الهبوط في يعني في كلام النهارده مصادر يعني في الصحافه كاتبه بما يوحي هذا الكلام لكن في ناس ثانيه رافضه تقول لك لسه المسابقه مستمره في الملعب رغم انه منطقيا خلاص حسمت فارق 25 نقطه مع مانشستر سيتي اعتقد صعب جدا في المباريات المتبقيه اعتقد 9 مباريات فاضلين او 10 اعتقد يبقى في يعني الكلام فيهم مش محتاجين لكن عاوز اقول لك انه الدوري الانجليزي يعني في مشكله وهتبقى يعني في الايام الجايه اكيد هيبقى في تفكير في حلول وهروب من كورونا كمان عندك الدوري الالماني كمان خد عندك على الدوري الايطالي يعني لا ايطاليا ايطاليا اكبر مشكله في اوروبا حاليا هي في ايطاليا اكبر مشكله الدوري الفرنسي يعني في دوريات اقل يعني في امور ايه في دول المساله فيها مش بالصوره اللي تخوف طيب التفاؤل زي ما حضرتك قلت والعوامل الخاصه بالاراده والعزيمه والتكاتف بين كل دوله وحكومتها والاجهزه المعنيه والشعب اللي بيلبي النداء ده باتخاذ التدابير المطلوبه منه الوقائيه امر مهم جدا طبعا والروح الايجابيه مهمه دايما في الحاجات دي حضرتك يعني بتقييمك بالحس الصحفي لبعض الاشارات السلبيه جدا من بعض المسؤولين على المستوى الدولي يعني مسؤول في دوله قال انتوا يجب ان تستعدوا لتوديع احبائكم المستشاره الالمانيه ميركل قالت 70% من الشعب الالماني عرضه للاصابه بالفيروس او بالمرض تفسير حضرتك لده ايه هل هم واقعيين لان ده ممكن كمان يعني يؤثر سلبا على الناس وعلى همه وعزيمه الناس بشكل كبير ولا هم بيتكلموا بواقعيه عن الحسابات اللي حضرتك هو الاطباء مش حددوا ان خطورة المرض بتبقى دايما في الاكبر سنة مش هو لما فئات عندها امراض معينة مزمنة يعني وبعض انا بكلمك في الاكبر يعني حددوا خطورة المرض في المتوسط العمري يعني ايه من الاطفال اقل سن الشباب كده مش عارف ايه لغاية ما وصلوا لكبار السن وكان كبار السن دول كبار السن دول اهم حاجه في حياتنا كبار السن دول يعني الاب والام
والاخ والاخت اللي هم كبار في السن والخال والعم طبعا، والناس دول اهم يعني، هم ناس بتكلموا بواقعيه. يعني ايه؟ بيديلك انه يعني انه انك انت تتوقع حدوث شيء خلاص، لكن اعتقد هو في نفس الوقت بيبذل وبيجري وبيدور عشان برضه يعني، لكن بيخليك عايش يعني عشان ما تصطدمش قوي، توقع انه ممكن يحصل كذا. وبعدين انت عارف يعني اوروبا يعني كما يطلق عليها القاره العجوز، يعني يعني دي برضه ايه مشكله في ارتفاع متوسط الاعمار، متوسط الاعمار برضه، طبيعه الجو، المناخ، البروده، كل الكلام ده، وتقدم مستوى الخدمات الطبيه بيؤدي الى ارتفاع متوسط. هم ناس واقعيين، وفي نفس الوقت واقعيتهم دي بياخدوا منها ان هم ما بيستسلموش. يعني ممكن اقول لك كذا، لذلك انت في بره لما الناس اللي بتسافر بره بيبقى الدكتور صريح معاك، مش هيستنى ويقول لك لا ده حالتك، بيبقى مباشر جدا في بيبقى كلامك. مباشر جدا في في متابعتك. فهم الناس بيجيبوا من الاخر يعني، يعني مش هقول لك انك انت زي الفل، لا خلي بالك في مشكله، تفقد في مشكله ولازم تستعد للمشكله دي، انك انت تبقى حريص انك انت تتبع التعليمات، واحد اثنين ثلاثه اربعه، انت في الاطار ده متبع، انت في هذه الحاله متابع لما يحدث في الخارج، ولا بد تكون متابع، ولا بد انك انت تبحث، ولا بد يكون عندك، وانت عندك علماء، وعندك وعندنا علماء، وعندنا علماء اكفاء جدا، واكيد الدوله في اهتماماتها انها بتدور وبتبحث. وما اعلمه ان مصر يعني من خلال النصائح وكل النصائح في عمليه البحث دلوقتي، يعني بحث طبيا وعلميا، مصر في تواصل حقيقي علمي وطبي مع الصين لايجاد حلول للمشكله دي يعني. لا عندنا، وعندنا ناس يعني، عندنا ناس تفوق، وعندنا ثقه فيهم ان هم ان شاء الله يعني يتم الوصول للعلاج، والعلاج يعني. بس الحمد لله، خلينا نقول معلومه حضرتك تعلق عليها، عشان بعض الناس قالت انه بناء على او قياسا على فترات سابقه او حكومات سابقه انهم يا جماعه ما بيصدقوش الارقام اللي بتعلنها الاجهزه الرسميه في الدوله، او انهم بيقولوا دايما احنا تعودنا حكوماتنا والدوله بتخبي الحقائق. في مؤشر رئيسي في 25 دوله قائمه صدرت رسميا عن الصين بتمنع دخول مواطني 25 دوله، منهم دول بتعد من القوى العظمى في العالم، من الدول الاكبر في العالم على مستوى القدرات التسليحيه والاقتصاديه والعلميه، منه يعني عدد من الدول الاكبر على مستوى العالم موجوده ضمن هذه القائمه، ان مواطنيها في هذا القرار الرسمي من الصين حتى يدخلوا الصين لابد ان يمروا على ال 14 يوم الحجر او العزل الصحي، ده شرط لدخول البلاد، مش مجرد انه معاه شهاده طبيه وانه خضع للفحص وانه يقدر يدخل الصين. الحمد لله مصر لم توضع على هذه القائمه، لان القياسات الصينيه ان وضع المشكله في مصر محدود، وان مصر بتتعامل بشكل وقائيا وطبيا بشكل جيد. فلم يوضع المسافر المصري او الوافد من مصر، المواطن المصري، على قوائم هذه ال 25 دوله اللي موضوعين في قائمه دخول الصين، ان احنا مش خاضعين للدخول للحجر الصحي في يعني الصين. يعني الدوله مش ذات خطوره، واعتقد ده ما فيهوش مجاملات يعني. يعني لا، ما انا بقول لك دوله مش ذات خطوره، حتى الحالات اللي تم يعني اكتشافهم ما كانوش مصريين، ده كانوا يعني اعتقد سياح يعني في جايين في فتره كده، وفي واحد هو ممكن تسبب في انه ايه اصاب الباقي، لكن اعتقد الامور في مصر ان شاء الله باذن الله تعالى يعني امور تحت السيطره. برضو الشعب واعي يعني متفهم الظروف، وبعدين الدولة مش بصالحها ان هي تخبي عنك، لانه الامر مفيش حاجة. احنا بنقول للناس ان احنا الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله المشكلة تبقى محدودة عندك. الحمد لله يعني الناس قاعدة 24 ساعة على السوشيال ميديا، ما بتسيبش حاجة، اي حاجة معدية بتتقال وبتتعمل وبتتعرف، ومحدش بيستنى حد. فانا عاوز اقول لك انه الامر لا الامور يعني احنا بنقول ان ده على المستوى الدولي ما فيهوش مجاملات. فكان لو كان وصلت لا قدر الله لحجم معين او لمؤشر معين في مصر، كنا هنوضع ضمن هذه القائمة اللي حددتها الصين لدخول. فالحمد لله بنقول للناس الموضوع مالوش علاقه بفكره الحكومه بتقول الحقيقه ولا بتخبي. احنا دلوقتي الدوله حريصه على انها كل الحالات اللي بيكشف عنها بتعلن، وانها حريصه على كشف كل شيء للراي العام، عشان يبقى المواطن شريك في التعامل واتخاذ التدابير الوقائيه زي ما حضرتك قلت ان هو له دور مهم جدا. تاثير ده ايه اكتر حاجات لفتت نظر حضرتك في الملفات الدوليه كلها المتعلقه بالرياضه، وتاثيرات انتشار الفيروس او مواجهته على الملفات الرياضيه عالميا حتى الان؟ الخوف دلوقتي في ناس تقول لك انه حتى لو جت درجه الحراره الفيروس بيطور نفسه. برضه ناس بتقول كلام احنا مش عارفين حقيقه الكلام، لان احنا ما عندناش الحقيقه للكلام ده. لكن في خطوره على في حاجات، مثلا هل دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو ستقام؟ ده الموضوع المهم اللي هيبقى مسار اهتمام في الايام اللي جايه على فكره. وده شوف دوله بتجهز وعامله تجهيزات. اليابان الشغل الشاغل بالنسبه لها
ومش واليابان لن تقبل ان هي تضحي بشعبها عشان تسمح انه أكيد. طب تعليق في حاجه لو الموضوع ده هيجي لها هيجيب سبب لها مشاكل. تعليق حضرتك ايه على تصريحات رئيس الوزراء الياباني؟ كنا لسه بنستعرض هذه التصريحات خلال فقره الاخبار. رئيس الوزراء الياباني قال انه حتى الان لا توجد نوايا للتاجيل او الالغاء. حضرتك شايف امكانيه تحقيق الامر ده ازاي؟ اكيد ان ما دام هو قال كده هو الراجل بيحط الامر تحت ايه المتابعه. واعتقد انه على ما ان شاء الله باذن الله هيجي شهر 6 اعتقد الامور هتتغير يعني ايه باذن الله يعني مش يعني 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 اللي حاصل ده كله يعني زي ما تقول يعني ده جرس انذار ده تحذير مش تحذير للناس يعني كل واحد يلتفت بقى يبص ايه سبب الموضوع ما كله ده الناس عاوز تعرف الحدوته دي جايه من فين هل معتقد من الاكل يعني الكلام اللي اتقال على طبيعه الحياه في الصين وانه ممكن يكون انتقل الاكل من اكل لكذا لكذا برضه ما حدش عارف حقيقه الامر جاي فين. فدوله زي اليابان بعظمتها وعلمها وتقدمها وتطورها على كافه الاصعده ستكون دوره الالعاب بالنسبه لها تتحسب بالهمسه. فطبعا رئيس مش لما يطلع رئيس الوزراء يقول الكلام ده ده كلام ذكي جدا ما انا مش هقول لك من دلوقتي ان انا خلاص لغيت الدوله ده انا صارف قد كده عشان يعني التاريخ وعشان اعمل وهكسب قد اللي صرفته هيفضل لاخر وقت لا في اتجاه الاستكمال هيقدر يقول الكلام ده لغايه عندما يتاكد يا استاذ محمد انه مضطر يلغي عندما يتاكد انه الامر فيه خطوره على مواطن واحد مش على ال 135 مليون او ال 140 مليون ياباني اكيد هيبقى فيه قرار بالنسبه لانه تتلغي او يوافق يتم تاجيلها وفي الحاله دي هتبقى ضربه قاضيه للالعاب الاولمبيه وهتبقى يعني طيب هتعمل حاله من الارتباك ان ممكن في دوره الالعاب الاولمبيه تقام لو استمر الفيروس موجود بالشكل اللي هو موجود بيه عالميا الان بيزيد في دول بيتقلص في دول يعني دول قادره تحجمه وتسيطر عليه دول لسه المشكله كبيره لو فرضنا ان ده مستمر السيناريو ده كما هو الان ولم يظهر علاج مصل وقائي او دواء نهائي يعني يتسبب بفضل الله في الشفاء من المرض ده لحد دوره الالعاب الاولمبيه، هل تعتقد انها ممكن تعقد في ميعادها؟ لا مش تعقد. مستحيل. الا اذا كان ايه مثلا دول يعني لا يعني ايه حتى لو قلنا ان الوفود الرسميه او الوفود يعني كل دوله هتوفد الوفد الرياضي بتاعها اتعرض يا سيدي للفحص وللكشوفات وبتاع لمجموعه الدول، طب والباقي؟ هل هيسمح بدخول الجمهور؟ من الدول الثانيه ما انت هتستضيف بقى يعني هيبقى عندك وافدين على الضغط وافدين كتير جدا ناس جايه كمان عندها هوايه في متابعه الاولمبياد فاعتقد انه الامر هيبقى يعني مش دلوقتي حسمه لا يعني ايه لكن هيبقى تحت المنظار من الان منذ ظهوره في الصين وكل شيء تحت المنظار بالنسبه لليابان لانه كل حاجه بتتحسب مش السبب لانه عاملين استعدادات تفوق الخيال عاملين شيء يعني اكثر من راي يعني ايه حتى تاشيره الدخول غيروها مش هيدوك تاشيره على بتاع ده بيديك كارنيه بيديك بطاقه دخول تاخدها من هنا من السفاره مش يعني بيديك كل حاجه عليها بياناتك وتكاليف كل حاجه كاعلامي كل حاجه كل حاجه تدخل بيها وتروح وتيجي يعني ايه تكاليف ضخمه ما فيش تكاليف طبعا شغل يعني يعني اليابان زرتها مره واحده فكنا في 2014 وبغطي دوري كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي كنا موجودين يعني كنا وفد اعلامي كبير جدا على فكره لا شيء على كلام فكره كلام حضرتك معناه انه منطقيا علماء اليابان بيشتغلوا دلوقتي كمان على ملف كورونا ده انهم يلاقوا حل لا لا مش هدونا ما بيتركوش يعني. حاجه للصدفه لا بيشتغلوا وتقعد تسمع عن حكاياتهم ولما تروح اليابان بروح شوف السفاره المصريه هناك وشوفوا اللوحه اللي محطوطه على السفاره شوف الوفد الياباني اللي جه زار مصر سنه ايه الملفت في اللوحه الموضوع على السفاره المصريه في طوكيو الوفد الياباني اللي جه زار مصر سنه 1865 وجاي يتعلم الزراعه والصناعه من مصر عندما كانت عندما بنى محمد علي مصر الحديثه شوف البلد دي مش بس مش ام الدنيا بس طبعا علمت الكتير يعني وانت لما تروح وتسمع ممتنين لده لحد النهارده ما انا بقول لحضرتك هم شوف بيحكوا عنك ايه شوف احنا كنا فين شوف احنا كنا فين في الفتره دي زراعه وصناعه واول خط سكه حديد وعماء يعني احكي على النهضه وعلى التطور اللي كان يعني البلد يعني في بلد اتعملت في دول دلوقتي طبعا سبقتنا لاسباب ثانيه يعني استعمار خد في الكلام يعني واللي انت عايزه يعني احكي للصبح بقى فيه طيب احنا بنتكلم هنا عن انه اكيد الحدثين الاكبر عالميا في عدد الجماهير اللي بيحضرهم
نهائيات كأس العالم وأولمبياد طوكيو. حضرتك شايف أن الوضع هيبقى شائك جدا بالنسبة للحدثين دول في حالة عدم الانتهاء أو السيطرة على أزمة فيروس. بص، بعد زيارة رئيس الصين لمدينة ووهان وإعلان هناك بنهاية المرض ده بيدي مؤشر أنه لأن الصين بتعلن أنها بدأت السيطرة الحمد لله على الأمر، خلاص بدأت تلغي المستشفيات اللي بتاعه وخلاص. يعني في ده الكلام في إيه؟ الكلام المعلن بالنسبة لله. الله أعلم في حاجة تانية ولا لا. يعني هل دي هي الحقيقة كما نراها الآن؟ إلا إذا كنا يعني إحنا مش هنصدق عينينا ونسمع بودنا. فأعتقد الكلام اللي اتقال ده هل واضح وصريح؟ أعتقد ما دام الصين توصلت لهذا الأمر، أعتقد إنه ده مبشر يعني وخط وأمل كبير جدا إنه يتم القضاء على الفيروس عالميا، يعني التعامل معاه بإذن الله. وأكيد في تفاؤل عند الناس كتير قوي في مصر إن إحنا نقدر يعني نوصل إنه كمان الصين من مصلحتها القضاء على الفيروس، لأنه حتى يعني حتى مستقبلها الاقتصادي طبعًا طموحها طبعًا كدولة لابد تكون أسرع. هي حتى الآن الخاسر الأكبر اقتصاديا من بداية الأزمة، يعني خسائر بمليارات وأرقام ضخمة جدا، وهي اللي عندها نشاط اقتصادي وتجاري ضخم جدا معطل دلوقتي. طيب، على مستوى الدوريات الأوروبية، على مستوى البطولات، وعلى مستوى الدوري المصري والمسابقات الرياضية، وقرار وزير الرياضة بشكل عام في مصر الدكتور أشرف صبحي، تعتقد حضرتك أنه في حالة ارتياح لدى أسر كل اللي بيلعبوا رياضة، مش بس لعيبة كرة القدم الصغار أو الناشئين، عند مستوى كل الرياضيين والرياضيات في مصر، انه حاله التجميد دلوقتي او وضع التجميد النشاط ده افضل سيناريو ممكن للتعامل مع الفتره؟ بص حضرتك، بص هو موقف صعب والقعده في البيت صعبه مش سهله، لكن طبعا متعه الناس في ايه؟ في كره القدم. يعني حتى الناس دلوقتي عاوزه تتفرج على كره، مش عارفه افترض تتفرج دلوقتي على بيشغل بتتفرج على افلام، يعني ما كانش بيتفرج على افلام بيجيب افلام اجنبيه يقعد يتفرج عليها شغل. كمان بنخاف على الرياضيين وعلى لاعيبتنا وعلى انا بقول لك يعني ما انا بقول لك الموضوع يعني ايه، الناس بتاعتك قاعده في البيت قاعده تتفرج على ماتش وتقلب ده وتجيب دلوقتي بتدور على يعني الحاجات القديمه، تدور على ماتشات قديمه، مباراه ما شفتهاش ممكن تحاول تتفرج عليها. يعني عاوز اقول لك ايه، انه القرار في صالح الناس مش 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 ضدها، حمايه للرياضيين، حمايه لكل الناس، حمايه للجمهور. يعني لكن المساله انه المفروض في اداره الازمه، فن اداره الازمه ده بيتوجب انه يبقى في ناس متخصصين عنديهم قدرات ازاي نتجاوز المرحله. احنا الحمد لله احسن وافضل حالا من غيرنا. هل اتمنى ان المساله تقف عند الاسبوعين اللي هو تاجيل المسابقات ما تستمرش، ما يبقاش في اسبوعين تانيين لانه يعملوا يعني يعملوا ربكه. اتمنى ان الامور في الاسبوعين ان شاء الله تكون يعني الصوره وضحت والصوره واضحه يعني اتشافت بشكل اوسع، انه الحمد لله ما فيش حاجه باذن الله. اتمنى ذلك. عوده اعتقد اول حاجه تكون عوده الدوري، بس ده هيتم من خلال ايه؟ وجود الاجراءات، وجود الحمايه للاعبين، وجود الحمايه للاداريين، وجود الحمايه للاجهزه الفنيه، كل ده هيتم. لكن ننتظر شويه، نهدى شويه، بس عاوزين يعني نقول ايه، نبطل كلام كل واحد يقعد يعني يقول من عنده كده اي كلمتين عاوز اقولهم مضايقينه. لا، الموضوع محتاج دراسه، محتاج ازاي ندور على بدائل. يعني ايه، نشوف الناس التانية بتفكر ازاي، يعني نتابع مثلا الانجليز هيعملوا ايه عشان هو الموسم بتاعهم خلاص. هل المفترض ان كل جهه تصدر قراراتها بشكل منفرد، ولا حضرتك بتتمنى دلوقتي يبقى في تنسيق لا خلاص ادارات انديه الدوري مع وزاره الرياضه مع اتحاد الكوره؟ ما ينفعش، لا ما ينفعش، مفيش حاجه، انت مش عايش وحدك، احنا كلنا في الدايره اللي انت حضرتك شايف اللي احنا قاعدين عليها، كلنا داخل الدايره دي، فلازم كل واحد فينا يبقى حريص على اللي جنبه، مش هفكر في نفسي. لا، بيجي وقت فيه انك انت يعني لازم مع جارك، مع زميلك، مع يعني كل الناس، كل الناس يعني ما ينفعش تشوف حاجه وتحس انها يعني هتؤذي حد وانت تسكت. لا، المفروض انت يعني المفروض الانسانيه اكبر من كده. فاعتقد انه الموضوع ده فن اداره الازمه يعني بيتوجد في مثل هذا، بتوجد دوره وبتوجد الحلول المنطقيه اللي تتوافق مع الواقع اللي احنا بنعيشه والظروف الاستثنائيه اللي احنا بنمر عليها. فلازم الكلام ده يبقى موجود. يعني اعتقد الدكتور اشرف صبحي هو راجل يعني وزير مجتهد جدا، يعني بيبذل جهد كبير، اعتقد انه هيبقى فيه كلام بالتنسيق مع اتحاد الكوره، مع ادارات مجالس ادارات الانديه، رؤساء الانديه، يعني كل العمليات. حضرتك شايف ان الاسبوعين دول هيبقوا فرصه للبحث للدراسه وتصور؟ لازم انت تقعد يعني ما تسيبش الامور كده، لابد ان يكون عندك، بس ايه، مش عاوزين نحولها لاجتماعات وجايين نجتمع ونمشي، لا، في خطه، في خطه واضحه ازاي يا جماعه هنتعامل مع الموقف، مع السيناريوهات المختلفه المحتمله، كل اللي يخطر على بالك، لانه خلاص فجاه كده هتضطر
الظروف لو يعني الظروف يعني حصل فيها اي نوع اي مستجد جديد هيبقى فيه مشكله انه كمان عندك داخل في ايه بقى دوري هتقول لي كاس مصر هتقول لك كمان بطوله افريقيا دوره بطوله افريقيا تصفيات امم افريقيا تصفيات كاس العالم كل ده هيبقى ايه هيبقى هيحتاج ايه فجاه كده يحتاج جهد وبذل يعني ترتب عليه امور كده فانت محتاج انك انت تعالج الموقف اذا ان شاء الله الامور تستقر ومفيش حاجه تحصل ان شاء الله في الحاله دي يتم استئناف النشاط. ما هو دلوقتي المفروض ان في ثلاث سيناريوهات هيشتغل عليها المسؤولين في الفتره الجايه سواء على مستوى الاجهزه وصناعه القرار في الدوله بشكل عام وعلى مستوى المسؤولين عن اداره امور الرياضه في مصر يعني والتنسيق مع رؤساء الانديه ومع رؤساء الاتحادات الرياضيه زي ما حضرتك قلت انه ثلاث حالات اذا استمر الوضع لفتره على ما هو عليه الان. في هذا الإطار المحدود أو إذا تحسن إن شاء الله المؤشرات كانت إيجابية هنتعامل معها إزاي أو لا قدر الله إذا ساء الوضع أكيد في ثلاث سيناريوهات مختلفة عايزين ثلاث أشكال مختلفة من التعامل معها أكيد طبعا. ده هيوضع خلال الفترة الجاية هو ده هو الحاجة إحنا بنتكلم فيه أعتقد إنه يعني لو بدأنا من الهرم من فوق هنبدأ من الدولة الدولة أكيد متابعة الموقف على مستوى الجامعات والتعليم والمصالح والعمل وتنهار تعليق المحاكم ومش عارف مين يعني بص كل التجمعات ويبقى في موقف من المولات والناس الموجوده والكافيهات واللي مش عارف كل ده اكيد الدوله في خلال 48 ساعه يبقى في قرار خاص بالناس دي يعني ايه اماكن في حاجه اماكن التجمعات هيبقى فيها كلام على فكره ده حمايه للمواطن وده الصح ولازم يحصل ولازم الكل ينصاع ويستمع انه احنا في مرحله محتاجين كلنا نقف كده مع بعض كده شويه نقف شويه المفروض نقف ونمسك مع بعض كده شويه نقول ستوب نفكر ايه في صالح البلد. الحاجة الثانية أنت على مستوى الرياضة والمسابقات الرياضية تبدأ تحصل وتشوف هل تتطرق الظروف أنك أنت تكمل مسابقاتك لو حصل أنه مثلا يعني الأمور تطور بشكل غير متوقع يعني هتبقى هينفع تعمل مزايا طب الأمور إن شاء الله وبإذن الله تعالى مش هيحصل في حاجة بعد الإسقاط خلاص ترجع الأمور بإجراءات احترازية ومشي الأمور لو الأمور بقت كده كده يعني ممكن في الحالة دي يبقى موسم استثنائي تأجل مسابقة تلغي مسابقة تقول مش عارف مين يعني مش عاوزين وبس ايه مش عاوزين نذيع من دلوقتي ونشيع ان احنا خلاص يا جماعه تعالى نلغي الدوري يعني تعالى في علم الله وكلها امور تتعلق بالمتخصصين انا مش متخصص في الامور الصحيه او الطبيه بس انا باذن الله يعني انا متفائل جدا انه لا 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 ان شاء الله هيوجد حل على المستوى الدولي ومصر هتبقى قريبه جدا من الجهه اللي هيخرج منها حل هذا الامر باذن الله ويعني مصر اكيد ان شاء الله هتبقى باحث مجتهد جدا في الملف ده واتفائل باذن الله انه هيخرج قريبا حل نهائي لهذه الازمه يعني باذن الله انا متوقع انه خلال شهر ابريل المجتمع الدولي يقدر يتغلب على هذا الخطر ان شاء الله نتمنى يعني ما نعرفش طبعا الامور هتبقى في اي اتجاه بس كلنا عندنا الامل ده وعندنا التوجه الايجابي ده باذن الله يعني يعني عاوز اقول لك انه يعني انت باذن الله تعالى ان شاء الله الوضع يعني مستقر وافضل حالا باذن الله تعالى ده كل اللي انت شايفه ده مساله تنبيه وكل واحد ايه يلتزم على انه الناس ما تستهونش وما تستهترش وما تضحكش وما تاخدش الامور على انها لا طبعا هي لا هقول لحضرتك حاجه هو ما بين هو في ناس بتلوم على الناس لما بتضحك هو المصريين احنا اتعودنا انه في اعتى الازمات في فرق بين الاستهتار بالامر وبين ان انا اقول يعني ايه اخد الاجراءات اللي مطلوبه طبعا. مني واخد بالاسباب بس يعني بنقول بدل ما نكشر الناس الناس المصريين اتعودوا يعني يقولوا النكته ويهزروا لكن الامور تتخذ بجديه الدعابه موجوده في طبعا احنا طبعنا بنضحك يعني في كل الامور وبنهزر وبناخد الامور ببساطه المصريين بيتعاملوا مع كل الامور الصعبه بالشكل ده وده طابعهم يعني ودي حاجه بنحبها في شعبنا الجميل بس طبعا حضرتك بتقول بدون استهتار بدون اهمال لان الامور دي ما تحتملش استهتار الموضوع كله أساسه في مجمله نظافة شخصية طبعا يعني ونظافة شخصية وكل واحد يحافظ على إيه حاجته الشخصية يعني إيه ما ينفعش أقول لك اديني يعني فرشة أسنانك ولا اديني فرشة شعرك ولا اديني مش عارف إيه يعني ناخد بالنا شوية الفترة دي يا جماعة الحاجات يعني الأمور الحاجات دي كل واحد إيه عنده حاجته ويحافظ عليها فوضى بتاعته مش عارف المساحة الخاصة يعني المسألة بص هتجي من يعني من النظافه من الايمان النظافه من الايمان اساس من الاسس ايه اللي واضحه فانا عايز اقول لك انه انا شايف باذن الله تعالى ان احنا افضل حالا باذن الله وانه ان شاء الله هتعدي ومصر محروسه باذن الله ان شاء الله ولكن كل الامور ايه احنا عاوزه بس انتباه ووقفه وانه برضه زي ما ارجع واقول لك انه اللحظات اللي زي دي بتولد من خلالها يعني ناس بيعرفوا يفكروا يعني اي حد عنده فكره ايجابيه بلاش ندخل في المساله نقعد يعني نستخف بالامور ازاي اداره الازمه يعني اداره الازمه دي مش امر مش سهل
وفن اداره الازمه امر مش سهل، ده فيها يعني علم واسع طبعًا ومتسع طبعًا في يعني. فانا عاوز اقول انه محتاجين يبقى عندنا اللي بيفكر، محتاجين عندنا اللي يناقش، اللي نقعد نطرح نعمل ايه في اللحظه دي، ان نخرج من الدايره ايه لو امور حصلت كذا، طب لو الامور تمت تبقى نكمل ازاي، طب لو الظروف ضاغطه علينا وظروف مضيقه وعندك ايه البطوله الاهم بالنسبه لك، وهتتعامل مع ازاي لو انت بس لغيت بطوله مثلا بطوله الكاس، طب لو غيت بطوله الدوري، مسابقه الدوري لو اتلغت ايه الاجنده الافريقيه اللي لسه مش عارفين النهارده الاجنده هتتغير. اعتقد عندنا وقع في 2011 الكاف في اجنده دوليه 2012 لما اتلغت مسابقه الدوري بعد حصه بورسعيد وقتها، وكان محدش يمكن يفتكر انه كان وقتها المتصدر الدوري حرس الحدود ب 37 نقطه، وذلك كان ينفرق في المركز الثاني ب 36 ماشي. وبعد المباراه في الاسبوع 15 اللي حصل فيها يعني الازمه اللي حصلت دي انا مسميها مجزره بورسعيد، يعني لا امر يعني اعتقد بعدها الدوري ما كملش، وبعدها كمان اتلغى، وبعد كده مشي مانويل جوزيه، وبعد كده جه اعتقد الكابتن حسام البدري تولى المسؤوليه وخد النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا في واحده من افضل البطولات اللي عملها في تونس. لكن عايز اقول لك انه الامر بيحتاج في اللحظه الوضع مختلف من هنا لمن هنا. الوضع مختلف من 2011 دي حاجه حادث عارض نتيجه تداعيات وتعصب والكلام ده، لكن ده وضع دوله يحتاج من الكل ولسه مش محدد مدى المدى الزمني اللي هو قد ايه. كل اللي حصل ده دي اجراءات احترازيه من الدوله لحمايه مواطنيها. فاحنا اعتقد ان شاء الله الامر ان شاء الله هيكون يعني افضل ان شاء الله، والبعد عن التجمعات افضل. وانه اكيد الدوله ابسط حاجه اللي حضرتك بتقوله ده ان اول ما الدوله اعلنت تعليق الدراسه لمده اسبوعين الرساله اللي كانت عايزينها توصل لكل اسره، يا جماعه هي في اجازه بس مش اجازه بمعنى خرجوا دلوقتي وخلوا اولادكم يختلطوا ويعملوا اماكن ازدحام، لا احنا عايزينها للولاد فرصه مذاكره لان هيبقوا راجعين لو استنفت الدراسه على مواسم فترات امتحانات، وفي نفس الوقت تخليهم في الاطار اللي يخليهم بعيد عن الاعداد الكبيره والاختلاط. يعني استاذ محمد رحت اقعد على الكافيهات اللي بالليل الساعه 1 و2 الحقيقه يعني الناس يعني بتخرج بنروح يعني كان الامر ايه وبتروح كان يعني الامر حضرتك عايز برضو الاماكن المزدحمه واللي فيها التهويه مش كافيه، وطبعا يعني الناس خايفه جدا من فكره الشيشه في التوقيت ده في الاماكن لان ده ناقل سريع جدا من اي حد مصاب للفيروس. يعني الناس بتتكلم ان ده من اسرع الوسائل اللي ممكن تنقل الفيروس ده. ما امر ما انا بقول لك يعني الناس في البعض راى ان الموضوع ده فرصه، احنا كنا بننام 9-10 لا تعالى بقى نطلع بقى نشم الهواء بقى يعني فرصه اهو نتفسح ونغير جو لا احنا يعني حتى لو حد خرج احنا هو النصائح العالميه انه تجنب الاختلاط وحافظ على النظافه الشخصيه، ولو في اي شخص مشتبه في اصابته او ظهرت عليه اعراض تبقى على مسافات معينه من التعامل يعني نفس وانت الاطار تعرف من فين؟ لا بنقول الناس ما تكونوش في تجمعات مزدحمه او اماكن ما فيهاش تهويه وفيها عدد كبير من الناس زي ما حضرتك بتقول المولات واماكن الشوبينج والكافيهات وكل الاماكن. بص حضرتك يعني احنا مش بس مسألة تخويف بقدر مسألة حماية ليك ولغيرك صحيح. فيعني المسألة مش مسألة انه تم اتخاذ القرار عشان الناس تطلع تصل واحدة واثنين وثلاثة، ما ينفعش يعني المفروض الحرص كمان على الناس الكبار، يعني ممنوع الاماكن فيها تجمعات خطورة فيها بتبقى على الناس الكبيرة في السن، لا تبقى في بعض. وكمان ايضا يعني انت عندك الاطفال الصغيرين دول برضو محتاجين انك انت تبعد، وانت نفسك محتاج ما تضمنش خطورة تطور الفيروس ده، احنا فيروس مش شايفينه يعني شوف يعني امر في غاية الخطورة، يعني حاجات دي ما حدش بيشوفها. فالامر انه يعني ده نقطة ومن اول السطر يعني يا جماعة ستوب كده مرحلة هدوء، لانه الهدف من القرار الناس تظل في البيوت تبقى الدايرة مقفولة، يعني دايرة كل أسرة بتحافظ على نفسها، لو حصلت أي حاجة وتطور أمر طب حضرتك تفتكر الناس هتتعامل مع ده على مستوى الانديه، يعني النادي الاهلي واعتقد هيبقى في توجه في الانديه لانه طبعا بشكل عام النشاط الرياضي دلوقتي متوقف او معلق، الناس كرواد بتتعامل وبتروح الانديه حضرتك بتشوف ده ازاي؟ لان الانديه دي من الاماكن المفترض فيها تهويه جيده، في اماكن مفتوحه ما فيهاش بعيدا عن الازدحام في المدرجات او الاستادات او اماكن المسابقه الرياضيه نفسها ما فيهاش فرصه لتجمهر في مكان واحد او عدد كبير، حضرتك شايف الناس هتبقى بتتردد على الانديه بشكل عادي ولا هتبقى حريصه شويه في الخروج وانها ما بتروحش باعداد كبيره؟ حضرتك شايف الامور ازاي؟ لا هتبقى في حرص، في حرص كبير كمان. يعني اعتقد ممكن النادي الاهلي يبقى فيه قرار بالنسبه له في خلال يومين او ثلاثه مثلا، ممكن يعني دخول الفروع هيبقى مثلا تاجيل او للتعقيم يعني مزيد من الاجراءات، وبعد كده الناس تدخل عادي، بس طالما
مفيش هي التجمعات اللي هي تعمل لك في اماكن مقفوله يعني تعمل لك مشكله يعني. ففي ناس اكيد كده كده مش هتروح يعني، هتاخد ايه تعمل استوب، يقول لك اخد بالاحوط اخد يعني. بالاحوط وابعد. فاعتقد الانديه هيبقى في قرارات هنتابعها يعني، في اكيد في انديه تاخد تغلق ابوابها، في انديه تغلق باب يومين ثلاثه، في اسبوع، في ممكن يقول لك ناجل، ممكن يقول لك الامور نتعامل بشكل عادي ويعمل اجراءاته من على ممكن الانديه مثلا يبقى لها رؤيه تقول انا مش هعمل الاماكن الا الدراسات المفتوحه والاماكن المفتوحه للناس تقعد فيها، بلاش اماكن مغلقه. كل واحد ماشي او هو او مراته بتاع، كل واحد معاه يعني ظاهرات موجوده في الشنط دلوقتي على طول يعني، الناس كلها بتاخد ايه الاجراءات بتاعتها يعني. وبقى سوء رايك الحاجات دي ان شاء الله تعدي يعني على خير الامور ويعني باذن الله. وجميل ان احنا يعني الشعب كله مدرك اهميه الامر ده وخطورته، باذن الله الامور يعني نقدر نتغلب عليها ونقدر نكون يعني نشهد حلول سريعه لها ويكون تاثيرها يعني نقلصه للحد الادنى في مصر وفي منطقتنا العربيه والاسلاميه ان شاء الله. باذن الله نشوف حلول سريعه وبالتالي مردودها الايجابي على استئناف الانشطه بشكل عام في مصر. ولكن زي ما قال تصريحات وزير الصحه نقلا عن رؤيه القياده السياسيه ورئيس الحكومه وكل المسؤولين في مصر في هذا التوقيت، انه صحه المصريين اهم، ان مش مشكله نعلق الدراسه او اعلق النشاط الرياضي لفتره حتى لو ده بيسبب بعض الخسائر، ولكن في اولويات صحه البشر وحياه البشر وقايتها وحمايتها اهم دلوقتي، وهي بتيجي رقم واحد في الاختيار. صحيح، قبل ما تتفاقم المشكله ويبقى اصعب التعامل معها لا قدر الله. يعني خدناك بعيد شويه عن الموضوعات الرياضيه والكرويه، كل الامور دي فرضت نفسها على المستوى الدولي، بس هي حديث العالم كله. بنسعد دايما باستضافتك وبالحوار معاك، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام استاذ محمود صبري. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا سبحانه. اتوجه بالشكر للناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.